الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي ممثلي كبرى الشركات الألمانية ويؤكد: نفذنا سياسات اقتصادية نجحت في توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار. ائتلاف دعم مصر يتقدم بمقترح لتعديل دستوري، ورئيس البرلمان يحيل إلى اللجنة العامة. ورئيس الوزراء وحاكم الشارقة يفتتحان دار الكتب بباب الخلق بعد ترميمها. ورئيس الوزراء يعلن عن خطة تطوير شاملة للقاهرة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. شرطة السياحة تضبط حفائر تنقيب أسفل منزل تقود إلى مقبرة أثرية قرب الأهرامات. مساء الخير، مرحب بحضراتكم معانا يوم جديد، متابعة جديدة لأهم الأخبار مع حضراتكم في الحياة اليوم. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا لبنى. مساء الخير وأهلا بحضراتكم، وأولى حلقات الأسبوع من الحياة اليوم. عدد من الأخبار المحلية والعالمية هنبدأها مع حضراتكم فورا. بداية أخبارنا مع حضراتكم من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لوفد بيضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة كمان لعدد من أعضاء البرلمان الألماني. الرئيس من خلال اللقاء أعرب عن أن مصر بتقدر الدور اللي بتقوم به الشركات الألمانية واعتبرها شريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وقال أن احنا خطينا خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار، باعتبار ده بيمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي. كمان الرئيس قال ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه بيركز على توفير الموارد لزياده الانفاق على تطوير منظومه الصحه والتعليم، والهدف الارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطن المصري مع مراعاه في نفس الوقت البعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الاكثر احتياجا. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على انه ادراكا من الدوله لاهميه الدور اللي بيقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعمليه التنميه، فبالتالي تم تطبيق سياسات الهدف منها انها توفر بيئه اعمال جاذبه وتنافسيه، وكمان اطار تنظيمي محفز للاستثمار، ده غير حزمه متكامله من التشريعات للتعامل مع العقبات اللي كانت بتمنع شغل القطاع الخاص بشكل كبير. الرئيس برضو من خلال هذا اللقاء اكد ان كل اللي بتقوم به الدوله من مشاريع تنمويه كبيره كان الهدف منها تحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكمان توفير عدد كبير من فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كمان من أنشطة الرئاسة النهاردة الرئيس استقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والرئيس أشار أن مصر يعني شغالة بشكل كبير جدا أنها تتوجه للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة الأهداف التنموية للبلد من خلال إنشاء المحطة النووية بالطبع. والرئيس شدد أن مصر حريصة أنها تطبق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي، وده كله بيتم في إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبع. وأعرب الرئيس عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبرتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وإن ده يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ناحيته أشاد بالدور المصري اللي سماه دور فاعل على الساحة الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على حد سواء. أنا معايا على التليفون أستاذ محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. مساء الخير أستاذ محسن.
اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذ محسن، اكيد احنا مهتمين بشكل كبير بالملف الاقتصادي، ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح اللي مصر شغاله فيه، بالاشادات الدوليه، باللي قاله الرئيس النهارده مع رؤساء كبريات الشركات الالمانيه، وكمان كلامه عن القطاع الخاص تحديدا وتحفيزه انه يشتغل بشكل اكبر في هذه المرحله. تعليق حضرتك والخطوات اللي بتقوم بها مصر لاي مدى ليها اصداء ايجابيه، الاستثمارات الاجنبيه وهذه الشركات بنتكلم عنها ازاي يكون ليها دور في الملف الاقتصادي. خليني اقول لحضرتك ان النهارده بيزور مصر واحد من اكبر الوفود الالمانيه اللي زارت مصر على مدار السنوات الاخيره، ويمكن من لحظات هم كانوا في زياره عندنا داخل مبنى الهيئه العامه للاستثمار بتزور مركز خدمات المستثمرين بعد لقاءات وبعد جوله كبيره في العاصمه الاداريه اليوم مع الوفد الرسمي اللي كانت بتوافقه معالي وزير الاستثمار. النهارده كان الهدف الاساسي هو اطلاعهم على التطورات اللي تمت على مستوى هناك الاستثمار، سواء باصدار قوانين جديده، سواء كانت من خلال البنية التشريعية الجديدة اللي ظهرت داخل مصر، أو البنية الأساسية القوية اللي بدأت تظهر النهاردة وفرص الاستثمار الموجودة فيها. من دقائق هم كان بيستعرضوا ما يطلق عليه اسم الخريطة الاستثمارية المصرية، وده كان هدفه الأساسي هو إطلاع الجانب الألماني على التطورات الكبيرة اللي بتحدث على مستوى المناخ الاقتصادي المصري، وإزاي أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية. عايز أقول لحضرتك أن القرار اللي اتخذ به تسوية المنازعة المتعلقة بإحدى شركات السيارات الكبرى طبيعي خلال الفتره الاخيره كان ليه اثر كبير جدا على وجود النهارده عدد كبير من الشركات، لانه ادى انطباع قوي على وجود فرص مائيه جديده داخل مصر، وان مصر دوله جاده فيها الحفاظ على شركات كبيره. الوفد النهارده كان وفد متنوع في العديد من القطاعات والعديد من الشركات، وده امر ساهم بشكل واضح عفوا في ان الطرح والعرض اللي تم عليهم النهارده يلقي اثر كبير بالنسبه لدخول الاستثمار الالماني داخل مصر. المانيا بتحاول خلال الفتره الاخيره انها تختفي اثر شركه سيمنز اللي قامت بعمليات توسعات في محطات الكهرباء، بالاضافه ايضا الى شركات السيارات اللي عملت نجاح كبير خلال الفتره اللي فاتت، وبتحاول شركات جديده النهارده انها تدخل داخل السوق المحلي المصري. كان الشيء كمان اللافت للنظر هو اهتمامهم بالسؤال على التطورات على مستوى السياسه النقديه والسياسه الماليه والاثار بتاعتها والتطور القوي اللي ظهر على مؤشرات الموازنه العامه للدوله، سواء من انخفاض البطاله او تحقيق فائض اولي في الموازنه او زياده في معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير. وكانوا بيتكلموا على الفرص ان مصر ممكن تتراجع عن الاجراءات الاصلاحيه، وكان هناك تاكيد كامل النهارده في اللقاءات اللي تمت معاهم على ان مصر مستمره في برنامجها الاصلاحي، وان المؤشرات الايجابيه الموجوده خلال الوقت الحالي مرشحه للتصاعد بشكل قوي خلال الفتره اللي جايه. كمان شرحنا ليهم بشكل كبير الفرص اللي موجوده بالنسبه لتصدير المنتجات المصريه من خلال عدد كبير من الاماكن داخل مصر، وان هناك فرص للتصدير النهارده للمنطقه العربيه والشرق الاوسط لمصر معهم باتفاقيات تجاريه، بالاضافه لاتفاقيات مع تحالف الكوميسا في شرق افريقيا، وان ده بيدخلهم اسواق بتصل عدد السكان فيها الى حوالي مليار ونص مليار بني ادم، وده اكبر سوق نامي على مستوى العالم في الوقت الحالي. كانوا عندهم اعجاب شديد بالاستقرار اللي موجود والتحركات اللي بتشهدها اسعار الصرف خلال الفتره الحاليه، وان هناك مصداقيه كبيره لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مدعومه بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاضافه ائضا الى تحسن تصنيف مصر الائتماني وجود فرص حقيقيه خلال الفتره الجايه للاستثمار باذن الله. طيب هنا مهم واحنا بنتكلم ان في انطباعات ايجابيه، وان احنا نشرح ايه اللي احنا قمنا بيه، مناخ الاستثمار، التشريعات وغيره. حضرتك لسه من شويه بتكلمني عن الخريطه الاستثماريه وعرضها على الجانب الالماني. ايه طبيعه الاستثمارات اللي من الممكن ان الجانب الالماني يدخل بيها وبقوه؟ حضرتك اشرت مثلا لمجال التصدير، ايه اللي احنا محتاجينه من استثمارات يتم الترويج ليها مع المانيا وغيرها؟ انا امين مع حضرتك تماما، احنا محتاجين في الفتره دي استثمارات صناعيه كبيره. صناعيه ده امر اتصور ان المانيا واحده من الدول الرائده على مستوى التصنيع على مستوى العالم، ومحتاجين التكنولوجيا الالمانيه بشكل واضح، لان جزء اساسي من العمليه اللي موجوده دلوقتي وان احنا ننقل التكنولوجيا الالمانيه بشكلها المرتفع للاستثمار في مصر، وده امر من الامور اللي احنا مركزين عليها. توطين التكنولوجيا زي ما بنقول. بالتاكيد لان الامر دوت هو اللي احنا محتاجينه بشكل عاجل تماما. مصر النهارده بعد ما انتهت من العديد من الخطوات الاصلاحيه اصبح البديل الاكثر اهتماما او الاكثر رغبه في الدخول فيه في الوقت الحالي هو ان احنا نزود من معدل الانتاج الصناعي، سواء لسد الفجوه في السوق المحلي او لزياده معدلات التصدير للاسواق الخارجيه. الامر ده هو اللي هيسمح لينا خلال الفتره اللي جايه بالفعل بمزيد من معدلات النمو الاقتصادي وبمزيد من تخفيض معدلات التضخم الموجوده حاليا، وهو ده الاستراتيجيه اللي مبنيه عليها
دلوقتي كل الخطه التنمويه الاقتصاديه ان احنا نزود في معدل الصناعه وان احنا نرفع من معدلات النمو فيها. الشيء كمان اللي لفت للنظر النهارده على ذكر هذه الصناعات ان هم كانوا بيسالوا على الحوافز الاستثماريه اللي احنا بنقدمها وبيسالوا على الاماكن اللي ممكن يتم فيها اقامه المصانع، وكان في تركيز على عدد من المناطق اللي جنوب القاهره في مناطق المنيا وبني سويف والفيوم بالاضافه للسويس ومنطقه محور قناه السويس بشكل عام. الامر ده اتصور ان هو ناتج عن دراسه واضحه بالنسبه للسوق المحلي وعن مدى توافر القدرات التنمويه والنمو الاقتصادي في بعض الاماكن مع وجود ايد عامله رخيصه في ظل وجود شبكه طرق قويه وفي ظل وجود شبكه كهرباء جديده قويه بتقدر انها توفر لهم طاقه بسعر منافس مقارنه بالاسعار العالميه. طيب وحضرتك بتقول ان الاولويه ولازم نركز على الاستثمار الصناعي، محتاجين مناطق صناعيه، عايزين استثمارات في هذا المجال. النهارده مجلس الوزراء كان بيتكلم بشكل كبير على مشروع انشاء المنطقه الصناعيه المصريه الروسيه واهميتها، وازاي برضو استاذ محسن انه ننقل هذه التجربه للجانب الالماني والغيره، انه برضو يعني الناس بتتشجع لما بتلاقي ان في ناس سابقه بخطوه وفي شغل على الارض، فده يعني بيوصل لهم ان في ايجابيات المناطق الصناعيه سواء الروسيه او ان احنا نجتذب الجانب الالماني، وطبعا هو صاحب باع كبير في مجال الصناعه. هو بالتاكيد الفتره الحاليه مصر بتركز على انها تجذب تكنولوجيات مختلفة عشان ما نرتبطش بالتكنولوجيا التصنيعية بدولة معينة، ولكن بتنوع كبير متواجد من دول العالم، وان احنا نحصل على المزايا النسبية الموجودة في كل نطاق صناعي او اقتصادي. المنطقة الصناعية الروسية في تركيز على الصناعات الثقيلة اللي موجودة فيها وبالذات صناعات السيارات والشاحنات والمعدات الزراعية وما غير ذلك. الالمان بيتكلموا معانا النهاردة على تصنيع في العديد من القطاعات سواء كانت صناعة سيارات او ما غير ذلك. اتصور كذلك ان خلال الفتره اللي جايه هيكون في اجتذاب لاستثمارات مختلفه، يمكن الزياره الاخيره للرئيس الفرنسي لمصر كان فيها نفس الاهتمام الواضح من الشركات الفرنسيه خاصه في مجال الصناعات الغذائيه ومجال تصنيع المنتجات الكيماويه، وده امر مهم بالنسبه لينا في الوقت الحالي. الفكره النهارده ان احنا بنحاول نقدم للعالم مصر بصوبها الجديد بشكلها الجديد بمواصفها الاستثماريه ببنيتها التحتيه التشريعيه والاقتصاديه وبنيتها الاساسيه، كل ده امر مهم بالنسبه لينا بالاضافه لسوق قوي في 100 مليون مستهلك، بالاضافه لاسواق عربيه فيها 400 مليون مستهلك، بالاضافه لاسواق افريقيه فيها مليار مستهلك. احنا بنتكلم النهارده على قوه كبيره جدا العالم بيسعى ليها، احنا النهارده بنقدم ليهم مصر بالشكل الجديد وبالتطور الجديد، واللي نتمنى ان شاء الله ان احنا ننجح في جذب الاستثمارات بالشكل اللي احنا متوقعينه خلال الفتره الجايه باذن الله. طيب خليك موجود معايا يا فندم، لانه احنا بنتكلم على المنطقه الصناعيه الروسيه، احنا عايزين نعرض برضو بعض الارقام والبيانات والمعلومات بخصوص هذه المنطقه، اهميتها، تمويلها، الفرص الاستثماريه اللي فيها. مشروع انشاء المنطقه الصناعيه المصريه الروسيه ده تم الاتفاق على انشاء هذه المنطقه بموجب اتفاقيه تم توقيعها رسميا في مايو 2018. طبعا هيكون في فرص عمل جديده، في تصنيع منتجات تنافسيه عاليه الجوده، مصر هتكون محور ارتكاز يعني للمنتجات الروسيه وانطلاقها وتصديرها لكافه الاسواق العالميه، كمان تطوير وتنفيذ برامج متخصصه لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعيه. حجم الاستثمارات المفترض هيجذبها المشروع ده بنتكلم على حوالي 7 مليار دولار، 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. نقطة مهمة جدا إن العمالة في المشروع 90% منها هتكون عمالة مصرية. مساحة المشروع حوالي 5.25 كيلومتر مربع. المشروع هيكون في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية. المشروع كبير ضخم، هينشأ يعني تنفيذه يعني هيستغرق حوالي 13 سنة. هيشتغل على 3 مراحل بنظام حق انتفاع لمدة 50 سنة. تمويل المشروع، ودي برضو نقطة مهمة، هيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وكمان في عدد كبير من البنوك المصرية داخلة في التمويل. أهم القطاعات التصنيعية في المنطقة بنتكلم عن صناعة السيارات، الأدوية، البترول، الغاز، الصناعات التعدينية والطاقة النووية. أستاذ محسن اتفضل يا فندم. هقول لحضرتك ببساطة شديدة لحضرتك البيانات اللي انت عرضتيها هي بيانات بالفعل مبشرة ومشجعة جدا. الجانب الروسي كان مهتم تماما بإدخال شركاته هنا، وخليني أقول لحضرتك إن الاهتمام جاي في الفترة دي لأسباب كتير أوي. جزء رئيسي منها إن مصر واحدة من أسرع دول العالم نموا اقتصاديا. واحدة من الدول اللي مرشحة سنة 2030 إنها تبقى سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم. قياسا بناحية النهاردة بنتكلم في المركز 21.
في نفس التوقيت كمان احنا عندنا النهارده فرص مهمه للشركات الروسيه اللي بتعاني من بعض العقوبات اللي مفروضه عليها انها تبدا لما تنقل اصناعاتها وصناعاتها داخل السوق المصري انها تقدر تصدر من هنا لاسواق كتيره جدا هي النهارده مش قادره انها تدخلها بشكل مباشر. في نفس الوقت كمان احنا لما فهي مثلا زي الكوميسا بتسمح للشركات الاجنبيه اللي بتنتج داخل مصر لو وصلت لنسبه 35% مكون محلي مصري انها تصدر بمزايا تفضيليه لكل الاسواق الافريقيه اللي موجوده اللي احنا مرتبطين معاها بالفئات التجاريه. الامر ده هو اللي احنا النهارده بنتكلم فيه. مصر لديها من المزايا والحوافز الكثير جدا اللي بتخلي شركات زي دي تجري على السوق المصري عشان تزود من مساحه الاستثمار بتاعتها. احنا النهارده في مرحله حصاد بقى الشغل اللي احنا عملناه في البنيه الاساسيه خلال السنتين اللي فاتوا او ثلاث سنين فاتوا عفوا. النهارده لما ناس بيكلمونا الالمان على منطقه بني سويف والفيوم بيتكلموا على شبكه الطرق القويه اللي بقت ربطاهم بكل حته في مصر في المنطقتين دول بيكلمونا فيهم على وجود بنيه تحتيه قويه موجوده في شبكه كهرباء ضخمه بعد انشاء محطات الكهرباء الجديده بيكلمونا على محطات ميه ومحطات صرف صحي وانشئت في المناطق دي ودي امر هيخلي خلال الفتره اللي جايه التوسع مش هيكون متركز في القاهره زي ما كان بيحصل دايما لكن هيتم التوسع في مناطق كتيره جدا من التهاب بشبكه الطرق زي الصعيد أمر مهم. النهارده وجود شركات روسي في افتح وقاعات السويس شرق بورسعيد بالاضافه ايضا الى وجود شركات ثانيه صيني في منطقه العين السخنه بتمشي النهارده مصانعها بعضها اشتغل بالفعل ومن ضمنها واحده من اكبر الشركات اللي بتاعت مجال البوليستر خارج الصين على مستوى العالم كله. كل ده معناه ببساطه ان احنا عندنا فرصه لنمو اكبر خلال السنين اللي جايه بس فقط محتاجين ان احنا نستمر على برنامجنا الاصلاحي اللي موجود دلوقتي ويظل دائما ان هذا الالتزام بهذا البرنامج هو المحور الرئيسي لتحسين مستوى الاداء الاقتصادي الفتره اللي جايه. عظيم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محسن عادل رئيس الهيئه العامه للاستثمار، شكرا لحضرتك يا فندم. اليوم الاحد 3 فبراير 2019 هو يوم تاريخي في حياتنا الدستوريه. لدي بيان من مجلس النواب المصري، هذا البيان أرجو من حضراتكم أن تستمعوا إليه بكل إنصات. اجتمع مجلس النواب، تلقى أولا طلبا من 5 أعضاء المجلس، اجتمعت على ضوء اللجنة العامة الخاصة بالمجلس برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من 5 أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة. وافتتح الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس الاجتماع مؤكدا على أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك. كما أكد سيادته على أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم وبناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاطلاع بمسؤولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. واستعرض رئيس المجلس المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها 1 دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل. 2 إنشاء غرفة ثانية للبرلمان مجلس للشيوخ توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود أقدم في المجالس النيابية. 3 معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما. 4 استحداث منصب نائب رئيس للجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه. 5 إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية
والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا. 6. أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤوناً مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد. 7. إن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات القوات المسلحة التي دائماً ما وقفت إلى جوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع. وتم فتح باب المناقشة لجميع السادة الأعضاء لإبداء آرائهم، وأكدوا جميعاً أننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني، وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقلال الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي وبحق. وتناولت المناقشة كذلك نقطتين أساسيتين، هما مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتي قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014. وإعمالا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجأت اللجنة استكمال هذه الأعمال إلى جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته يتم تقديم التقرير إلى المجلس الموقر لمناقشته، وانتهى الاجتماع عند هذا الحد، ودعا السيد الرئيس اللجنة العامة للاجتماع صباح يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 لاستكمال المناقشة. هذا هو نص البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن الاجتماع الذي جرى للجنة العامة اليوم لنظر طلب مقدم من 5 أعضاء مجلس النواب. كان 5 من أعضاء مجلس النواب عددا قد تقدموا وفقا للدستور بطلب إلى رئيس المجلس أيضا وفقا للدستور ووفقا للائحة، يطلبون فيه تعديل بعض مواد للدستور. هذا الطلب له ضوابط وله إجراءات قانونية تطلبها الدستور وتطلبتها اللائحة الداخلية للمجلس. الآن مجلس النواب المصري يسير في هذه الخطوات تطبيقا للدستور وتطبيقا للقانون. هذه المواد التي يقترح تعديلها مضمونها أتى في عدد من 7 نقاط، مضمونها وليس نص هذه المواد، أتى في 7 نقاط ذكرها البيان الصادر عن اللجنة العامة لمجلس النواب. معلومات عامة لحضراتكم كي يستفيد من يريد أن يستفيد. الدستور هو القوام الذي يحكم العلاقات بين المؤسسات وبين الشعب، مؤسسات الدولة كلها والدولة كلها كيف تدار؟ تدار بالدستور. من يملك تحريك حرف في الدستور هو المواطن المصري فقط، لا أحد يملك تحريك أي حرف، الجميع يقترح لصاحب هذه البلد وهو المواطن المصري الذي يقرر وحده ماذا يتم كتابته في هذا الدستور. وعلى ضوء ده حدد في دستور 2014 كيف يتم تعديله وكيف يضاف إليه أو ينتقص منه، وما تقدم به أعضاء مجلس النواب من حيث العدد هو شكلا صحيح، لكن أوجب القانون وأوجبت اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور أن يتم مناقشته بطريقة معينة. حتى هذه اللحظة يتم استيفاء الشكل دون الدخول في المضمون لحد اللحظة اللي بنتكلم حضراتكم فيها. عندما ندخل في المضمون لنا حديث آخر وكل منا له رأي. هذا هو نص الخبر اللي ورد لحضراتكم الآن.
خلونا لسه بنستكمل مع حضراتكم اهم الاخبار اللي حصلت النهارده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وكان معاه الشيخ صوان بن القاسمي حاكم اماره الشارقه، وكمان دكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه قاموا بافتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد ما تم ترميمها وتطويرها. عايز اقول لحضراتكم ان العرض المتحفي لدار الكتب في باب الخلق عباره عن بانوراما لكنوز الهيئه العامه لدار الكتب، بيضم اهم مقتنيات الدار. بنتكلم على مخطوطات نادرة مهمة، عملاتها تتعرض بشكل جديد، ورق بردي، وثائق، فرمانات من العهد القديم طبعا، نماذج مصغرة لقبة الصخرة، كمان هيتم عرض المصاحف المملوكية، ده غير مجموعات فلكية وبوصلات الكرة الأرضية، أوائل المطبوعات، يعني كنوز الحقيقة هيتم عرضها في دار الكتب بعد ما اتطورت. الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة قال إن دار الكتب بباب الخلق ليها مكانة خاصة جدا عنده، وقال إنه من هذا المكان ندعو الله أن يحفظ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وكل مصري وطني. وأضاف حاكم الشارقة إن مصر قلب الأمة العربية، وليها علينا إن احنا نقف معاها ونقف جنبها، ومش هنتأخر أبدا عن كل ما ينفع مصر، احنا دايما في خدمتها. ناشد حاكم الشارقة كمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالحفاظ على سور الأزبكية وتطويره، وأبدى استعداده لتطوير هذه المنطقة. عايز أقول لحضراتكم أن حاكم الشارقة يعني بيكن لمصر فعلا حب كبير جدا، في كل المناسبات الثقافية بتلاقيه حاضر وموجود بشخصه وبجهده وبالتمويل كمان، يعني من كل النواحي الحقيقة، وده واضح كمان من كلماته اللي بتنم عن حب كبير لمصر والمواطن المصري. أقول لحضراتكم بقى اللي قاله رئيس الوزراء النهارده، علشان في كلام عن خطه التطوير للقاهره بشكل عام، وده اللي اعلنه رئيس الوزراء، سواء تطوير منطقه سور الازبكيه، القاهره الخدويه والاسلاميه، كورنيش النيل، في خطه شامله. واتكلم كمان عن العاصمه الاداريه الجديده، لانه عشان لا يفهم انه خلاص يعني هتبقى القاهره ملهاش وجود، لا، القاهره هي العاصمه، هي قلب مصر، لكن العاصمه الاداريه الجديده هيكون فيها وليها شغل مختلف. خلونا نتابع جزء مما قاله رئيس الوزراء النهارده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هناك مخطط بدأنا بالفعل تنفيذه لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون والمنطقة كلها، وربطها بالشوارع التاريخية للقاهرة الإسلامية. هناك مخطط أيضا للقاهرة الخديوية. هناك تصور كامل لمنطقة كورنيش النيل، لكي يعلم الشعب المصري، وهو دائما ما كنا بنؤكده، أن تركيزنا على القاهرة كعاصمة. وعندنا أتكلم على القاهرة، أنا لا أتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، إنما أتكلم عن القاهرة التي تتظل عاصمة مصر إلى الأبد إن شاء الله. القاهرة ستعود بإذن الله كحاضرة عالمية، وهدف أحد أهم أهداف إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة أن ننقل الاستخدامات التي دائما كان كل الخبراء والمثقفين يقولوا إنها تثقل كاهل القاهرة، وبالتالي مع انتقال الجزء الحكومي سنبدأ القاهرة أنها إن شاء الله تعود إلى دورها الحضاري والثقافي والتاريخي بإذن الله، وفي أقصر فترة ممكنة. وإن شاء الله أنا بقول لحضراتكم إحنا بادئين بقوة شديدة، وإن شاء الله هتظهر إلى النور في خلال فترة بسيطة كل الرسومات والتصميمات اللي هنكون إن شاء الله بننفذها بنفس السرعة والمنوال اللي الشعب المصري بيرى بيه كل المدن الجديدة اللي النهاردة بترى النور. معانا على تليفون سيادة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة لبنى، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. بيحييك يا خالد، معلش وقفت مش صح. اهلا وسهلا. طيب سياده المستشار، خلينا الاول مع الشغل اللي حصل في دار الكتب في باب الخلق. كلمنا عن اعمال الترميم، التطوير، الهدف منه، والعرض المتحفي الجديد، ايه اهميته وازاي نشتغل عليه بشكل كبير؟ طبعا احنا كنا امام كنز حقيقي، يعني يخص التراث البشري والتراث الانسانيه جمعاء وليس مصر فقط. يعني دار الكتب اللي تم ترميمها اليوم وافتتاحها، يعني تم انشائها من 150 سنه، نتكلم عن اقدم دار كتب في العالم العربي. الخديوي اسماعيل قرر انشائها في ذات الوقت، ومنذ ذلك الحين اصبحت يعني هي الحاضنه لكل ما يخص المخطوطات الاثريه النادره وكنوز يعني
التراثين العربي والإسلامي. لكن طبعا أيدي الإرهاب العابثة يعني زالت من إدارة كتب في الحادث الإرهابي في يناير 2014. هو طبعا كان المستهدف بالأساس كان مديرية أمن القاهرة، لكن تأثرت دار الكتب واللي حصل المتحف الإسلامي وقتها ومتحف الفن الإسلامي بالضبط زي ما حضرتك ذكرتي. فمنذ ذلك الحين جرى العمل على يعني إعادة ترميم هذه الدار من ناحية الإنشائية. يعني من ناحية الإنشائية لم يكن هناك الكثير من الضرر في المبنى الأساسي لدار الكتب، لكن ما تعرض للضرر هو القاعات التي تم إنشائها أو تحديثها في الفترة من 2000 سنة 2000 لـ 2000. بس بالنسبة للمقتنيات بقى، والمقتنيات بعضها طبعا تعرض لضرر، لكن الحمد لله على مدار الاعوام الماضيه منذ بدء العمل في الترميم 2014 حتى الان تم يعني اصلاح هذا العطب الذي اصابها وعادت كما كانت بدعم طبعا فخي من الاشقاء في الامارات. نخص بالذكر هنا الشيخ سلطان القاسمي اللي هو تبرع ب 2 مليون دولار لهذا الغرض. طبعا زي ما ذكرتي في الخبر هو بيشعر بحنين تجاه هذه الدار، لان سنه 66 لما كان لسه طالب في جامعة القاهرة كان بيأتي لهذه الدار ليستزيد من العلم، ومن ثم وهو رجل يعني محب للعلم بشكل عام، فما أن علم بخصوص ما تعرضت له الدار حتى تبرع بمبلغ 2 مليون دولار. الدار اليوم طبعا عادت كما كانت وأفضل مما كانت عليه في 2014. كما قلت تضم التراث الإنسانية والعرب والعالم الكتابي، قاعات جديدة، طرق جديدة في العرض تراعي أحدث يعني تكنولوجيا العرض، ولا يعني لا تفتيت أيضا أو لا تتجاهل الدور الأساسي لدار الكتب في كقاعات للاطلاع بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه وحتى طلبة الجامعات. احنا عايزين كمان نحطه في برنامج برامج الزيارة في جداول الزيارة يعني في السياحة الثقافية والأثرية كمان، يعني هل ده موجود؟ ازاي نشتغل عليه أكتر في الفترة اللي جاية بعد الشغل المهم اللي حضرتك أشرت ليه؟ ده سؤال حضرتك يا خدي بقى للزياره اللي عملها رئيس الوزراء برضو النهارده الصبح قبل ما يروح دار الكتب على طول دار متحف الفن الاسلامي. طبعا رئيس الوزراء يعني ابدا انبهاره الشديد بما يقتنيه المتحف ده، يعني يعتبر شيء فريد في العالم الاسلامي لانه يضم حوالي 100,000 قطعه كلها قطع نادره ليس لها نظير في دول اسلاميه اخرى. فرئيس الوزراء على طول وجه السيد وزير الاثار الدكتور خالد العناني بقى تضع وزارة الآثار خطة لجعل هذا المتحف على خريطة السياحة العالمية وليس فقط السياحة العربية والإقليمية، وده اللي هتشتغل عليه وزارة الآثار في الفترة القادمة لكي تضع يعني شركات السياحة هذا المتحف إلى جانب دار الكتب على خريطة يعني برامجها السياحية القادمة أو الوافدة إلى مصر. طب قولي يا فندم، هو واضح زي ما قال رئيس الوزراء النهاردة أنه في خطة لتطوير منطقة القاهرة بشكل عام، وعلى الأخص اللي هي المناطق الأثرية في القاهرة اللي يعني ما طلهاش يد التطوير واللي كان الاهتمام بها منعدم في الفترة الأخيرة، فالتطوير أو خطة التطوير بتشمل إيه؟ وإيه الجدول الزمني؟ أي مناطق على كم مرحلة خلال قد إيه؟ يعني عشان اختصر لحضرتك الصوره، يعني فاكره صوره القاهره زمان لما بتتفرج على الصور تقول يا هي القاهره طب. كانت بهذا الجمال وهذه الروعه. طبعا على مدار السنوات الماضيه يعني الاهمال وانتشار العشوائيات اثر على هذه الصوره حتى بما فيها المناطق الاثريه. خطه التطوير تستهدف ارجاع القاهره الى ما كانت عليه هذه الصوره الجميله التي يعني نتحاكى عنها ونراها فقط في الصور. تمام. من ضمن يعني مراحل التطوير طبعا سور مجرى العيون ونقل المدابخ الى منطقه الروبيكي، وتحدثت مع حضرتك قبل كده في حلقه عن هذا الموضوع في مداخله. منطقه الفسطاط، القاهره التاريخيه بشكل عام سيتم تطويرها والحفاظ ايضا على، لان ده كان يعني احد المطالب اللي اثرها الشيخ سلطان القاسمي في كلماته اليوم، سور الازبكيه، ويعني لن يدار هؤلاء، فقط سنعيد تنظيم الامر ليصبح يعني كما هو الان، يعني ملاذ للمثقفين وطلاب العلم يشترون الكتب ويعني المقتنيات الاثريه من الكتب باسعار يعني تناسب الجميع. سيعاد ذلك ايضا لكن بطريقه اكثر تنظيما من الان. بس تطوير المنطقه بناسها بمحلاتها، يعني لما اتعملت مثلا منطقه اللي هي شارع المعز والقاهره الفاطميه، القاهره الخديويه كمان لما برضو اتقام بتطويره، المحلات والناس اللي موجودين بقوا
ضمن خطة التطوير. لما بنتكلم ان الكلام ده هيكون على نطاق اكبر، يعني هيبقى برضو بنفس الشغل السابق والنماذج السابقة في التطوير، ولا عندنا رؤية مختلفة؟ طبعا ده جزء من نجاح منظومة التطوير، انك بتراعي الناس اللي عايشين في المنطقة او في المكان. يعني لن تنجح اي خطة تطوير اذا لم تراعي هذا العنصر البشري. عشان كده خطة التطوير بتعطي للسكان او ساكني او اهلي هذه المناطق ثلاث خيارات: اما ان يعاد تسكينهم في ذات المنطقة بعد ان يتم تطويرها، او اما ان يحصلوا على مقابل مادي يشترون يعني بهذا المقابل المادي يعني شقة او محل في منطقة اخرى يختارونها، او توفر لهم الدولة مكان بديل على نفقاتها مقابل يعني انهم تركوا المكان في احد المدن الجديدة او في احد يعني المناطق التي يختارونها. فهناك دوما ثلاثة بدائل من حق سكان المنطقة ان يختاروا يعني اي من البدائل تناسبهم. طيب، زي ما قلت ده يعني جزء من نجاح المنظومة. اخيرا، التمويل حكومي ولا المسألة خاضعة للاستثمارات ممكن تشتغل معانا؟ تمويل المناطق تطوير المناطق اللي بنتكلم عنها، يعني بتقوم بها وزارة الإسكان مشكورة. يعني الفكر الاستثماري اللي بتشتغل عليه وزارة الإسكان انها بتطور مناطق وتبيعها بسعر السوق كما قلت بكده، تمام يا فندم. والمبلغ اللي بتحصل عليه بتستغله في تطوير هذه المناطق، فهو استثمار حكومي بلا. شكرا جزيلا مستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشكر حضرتك يا فندم. أنا بقى في خبر قاعد بقالي يومين، هستثني بقى رئيس التحرير يزعل ما يزعلش، بس إيه هطلع الخبر ده بقالي يومين وأنا مصمم إن أنا إيه أقوله لحضراتكم. وأنا جايب لكم فيديو صغير كده، إيه الحدوتة يا فندم؟ ضابط جيش، أنا ما كنتش أعرف الحقيقة هو اسمه إيه، مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. لما سألت عرفت أنه للواء أحمد العزازي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية. عظيم جدا اللواء أحمد العزازي، كان يعني الواضح من الفيديو حضراتكم هتشوفوا أنه يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين أو الناس أو شخصيات موجودة يعني. وعايز أقول لحضرتك حاجة في بغششكة، يعني بقول لك حاجة بتحصل في الإعلام، يعني فيما يتعلق بالقوات المسلحة بالذات مفيش حرف بيخرج للجمهور إلا بدراسة. ده أنا بقول لحضرتك وهم سمعيني ومصر كلها سمعاني، الناس دي ما بتطلعش حرف إلا بدراسة. فإيه الموضوع بقى؟ اللي هو أحمد العزازي ده أسندت إليه البلد مهمة إنه يشيل ناس اعتدت على أراضي المنتزة وأراضي كتير قوي في اسكندرية وإلى آخره. مهمة حضرتك مكلف تقوم بالمهمة دي. فبيقول لك أنا صاحي الصبح لقيت جاي لي جواب في الرسمي كده، بيصحوا هم خمسة مش زينا يعني، جواب رسمي كده انه والله هذه هي الاسماء بتاعة الناس اللي عندها الكباين. انا مش داخل في موضوع الكباين، انا بقول لك المهمة الاخيرة ان هذا الرجل تلقى تكليف هد بهد. فاطلع على الكشف، كان اول مرة يتلقى هذا الكشف، فلقى فيه بقى اسماء ايه تاريخ مصر المعاصر، يعني تاريخ مصر المعاصر كان في الكشف ده اخر 50 سنة، مراكز القوة في اخر 50 سنة، هنرجع لها دي برضو. فالرجل بقى يعني كنوع من الاحتياط يعني بيراجع نفسه، فوجئ باتصال من مين بقى يا فندم؟ رئيس الدولة. رئيس الدولة؟ طيب يعني رئيس الدولة مش بيكلم وزير الدفاع فورا؟ لا عادي، بيكلم رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية. وانا ابقى قائد ازاي؟ ابقى قائد اما اكلم رجالتي اللي على الارض؟ انت برضو خد الامور يعني اوزنها عشان تقدر تعرف بلدك بتدور ازاي دلوقتي. قال له يا فندم الحقيقه انا راجعت الكشف والاسماء اللي فيه. قال له حاسب، لو لقيت في حاجه مكتوب عليها عبد الفتاح السيسي اهدمها، لو لقيت في كابينه من الكباين دول صاحبها قال لك اسمه عبد الفتاح السيسي قصرها واهدمها لانها مخالفه وخدت ارض الدوله. خلونا نسمع الفيديو ونرجع نعلق مع حضراتكم. بالصدفة البحتة، أقسم بالله بالصدفة البحتة، وأنا بقرأ الكشف ده في البوستة كده بعد صلاة الفجر، بروح مكتبي بقرأ الفجر الساعة بعد 6 و7 كده، التليفون رن، لسه الرئيس بيتابع معايا. تمام، فبقول له فندم أنا قدامي كشف كذا كذا وأنا موقف الناس هناك والحاجات جاهزة، وانا بصراحه
كلموني وكنت عايز ابتدي بدري، فقلت له استنوا ما تقولوش حاجه لغايه لما اشوف. انا كنت فاهم، كنت فاهم من كده. انا كشف جالي في البوسطه، قال لي قلت له فندم كذا 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 كذا، قال لي بقول لك ايه، لو لقيت كابينه منهم مكتوب عليها السيسي هدها، لو لقيت كابينه منهم مكتوب عليها عبد الفتاح السيسي هدها. طيب احنا ليه بنذيع لحضراتكم هذا الفيديو؟ انا بذيعه لحضرتك لسببين. السبب الاول، شوف بلدك ماشيه ازاي. ما يمكن الجماعه بتوع الاعلام دول بيخافوا من السلطه فبيطلعوا يقولوا اي كلام، او يمكن مثلا اللي بيحصل على الارض حاجه غير الكلام المبادئ والحاجات اللي احنا بنؤمن بيها، او يمكن البلد دي فيها حاجه انتم مش شايفينها. ابدا ابدا، وانا اقسم لكم على هذا الكلام، احنا في فبراير 2019. حدث كما تشاء في اشياء كثيره، لكن فيما يتعلق بالطهاره والنزاهه وسياده القانون ومحاربة الفساد، نحن نعيش عصر لم تعيشه مصر منذ 50 سنة فاتت. أنا بقول لحضرتك واقع. تعرف الواقع ده منين بقى يا فندم؟ بص على الكشوف بتاعت من يملكوا هذه الكباين. قريب فلان وابن علان وجوز خالة مش عارف مين على مدار عصور سياسية مختلفة. يعني عصر، أنا بقول بالاسم، عصر عبد الناصر وعصر السادات وعصر مبارك. قرايبهم. الله، طب انت صوتك عالي كده. طب في حد في عصر السيسي قريب السيسي واخد كابينه او انطه؟ تاني، فانا بقولها على الهوا ومصر كلها سمعاني، في حد قريب رئيس الجمهوريه واخد حته ارض ولا واخد كابينه ولا حاطط ايده على حاجه مش بتاعته وحضرتك بتسمع عنه او انا سمعت عنه؟ مش موجود، وانا اقسم لك على ده. انا ممكن اقول لك مصر فش حريه راي جامد قوي، في بعض الحاجات كده بتبان لك شكلها انها ملخبطه، كل ده وارد، وارد وموجود. بس فيما يتعلق بالنزاهه والطهاره، انا اقسم ان ما نعيشه في هذه الايام لم نعيشه في عصر جمال عبد الناصر ولا في عصر السادات ولا في عصر مبارك. واللي عايز يتاكد من الكلام ده عنده طريقين. الطريق الاول، يشوف الكشوف كيف امتلك هؤلاء، مش امتلك وما عندهم حق انتفاع، كيف حق لهؤلاء الانتفاع على جزء من أراضينا بمناسبة أنه ابن فلان ولا ابن عم فلان؟ وهل النهاردة ابن الرئيس ولا ابن عم الرئيس ولا قريب الرئيس ولا قريب أي من كان في الدولة واخد أي استثناء في مصر ولا لأ؟ وإن أنا قادر أقول الكلام ده وأنا قاعد هنا، ده اللي يبين لك الفرق بين امبارح وبين النهاردة. مرة تانية، 50 سنة فاتت لم نعيش في مصر ما نعيشه الآن من حرب حقيقية لمكافحة الفساد. أنا الفيديو ده هززني بقاله يومين. أكيد. يعني بقالي يومين وأنا عمال أفكر فيه، وما أعتقدش إن اللواء العزازي كان فاكر إن هو بيسجل الفيديو هيتذاع كده. وبعدين الراجل عنده قوة كده وعزيمة، عارف أنت بقى القوات المسلحة لما يبقى إيه؟ يقول له كله يا فندم، يا ريت الفيديو كله كان كامل معانا. لما حضراتكم تشوفوا هو منتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، يقول له يا فندم، أصل يقول له كله يا فندم. بص يا خالد، شيل من على الأرض شيل. هي من الآخر اشتغل صح دولة القانون، بس هو دي كلمة السر، دولة القانون، انه مفيش كبير، مفيش حد فوق القانون او يطبق عليه القانون. فاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع مع حضراتكم. بنعود لحضراتكم مرة تانية. كنت بتناقش انا ولبنى في الفاصل على الخبر اللي جاي، فقالت لي انا هممني الباراجراف الاخير في الفاصل، فحكيت لها ان انا ورئيس التحرير اول امبارح كنا بنتناقش برضو في الباراجراف الاخير في هذا الخبر. اسمحوا لي ان انا ابدا باخر باراجراف في هذا الخبر. وزير المالية، وده الشخص اللي انت ممكن تاخد منه اخبار عن البلد جنيه بجنيه، يعني ناقش الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يعني مصر هيبقى فيها تأمين صحي شامل، يعني أي حد هيعيا هنعالجه. احنا دلوقتي بنعالج، مش قالك بقى الدولة بتهتمش بالصحة؟ الدولة تهتم بالصحة. ازاي؟ باللي احنا بنقولك ده. احنا دلوقتي في اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها في عدد من الأمراض، لو حضرتك أو أي حد لا قدر الله من قرايبك عيان منها، الدولة تتكفل بالعلاج من الألف إلى الياء. في مقترح بقى الاهتمام بالصحه، ايه يا فندم؟ انه هيبقى عندنا تامين صحي شامل، اي مخلوق مصري على ارض مصر هيتعالج. طيب
الكلام ده عايز تمويل. وزير المالية عامل تصور لهذا التمويل. قال لك منين بقى يا فندم مصادر التمويل اللي جاب منها فلوس عشان يعالج صحة المواطنين المصريين؟ قال لك مصادر التمويل التي سوف يتم تمويل بها المنظومة: حصيلة رسوم السجائر المباعة بالسوق المحلية، حصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر، سجائر وشيشة، حصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، حصيلة التعاقد الانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، حصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، حصيلة المساهمة التكافلية، حصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم. عظيم. يعني أنا مش قادر أفهم إزاي ده ما كانش منشط في صحف مصر. يعني ده خبر لازم يبقى منشط في كل الصحف. عندما يطبق التأمين الصحي الشامل ده احنا نبقى دولة عظيمة. يبقى بدأنا يعني نعمل خطوة حقيقية في حق المواطنين المصريين البسطاء. فهنتابع مع وزير المالية هذا الخبر الهام جدا جدا جدا. الخبر بقى بيقول ايه؟ انه النهاردة الدكتور محمد معيط وزير المالية اصدر بيان قال فيه ان الوزارة قامت وبالتشارك مع كافة اعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي. ايه يا فندم المجموعة الاقتصادية دي؟ بعض وزراء مختصين بالنواحي الاقتصادية في مصر، غالبا في الاجتماعات بما انضم اليهم محافظ البنك المركزي، عشان نشوف السياسة المالية العامة للدولة. عندنا مشكلة جامدة جدا في بلدنا اسمها الدين. الدين اللي من 50 سنة برضو هو على كتافنا وكتاف اللي جابونا، وبندفع الدين وفوائده. فكل الناس قايمة نايمة بتوع المجموعة الاقتصادية، ازاي هندفع الدين؟ امر صعب. زي بقى عندك قسط المدرسة كده ومعمل تجمع فيه، ولا عندك قسط العربية، حاجة مش سهلة يعني. بالك بقى على دولة بالفوائد بتاعتها. فقال لك ايه بقى؟ قال لك ان احنا قمنا باعداد استراتيجية متكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية في المدى المتوسط. كلام منطقي يعني. مثلا مش مستحيل يقول لك ايه، انا بكره الصبح هخلص الديون اللي عليا كلها. ما حدش هيسمعك ولا حد هيصدقك. عامل خطة، وخطة ليها مدى متوسط ومدى بعيد. تمام. وعرض تلك الاستراتيجية على السيد الرئيس. يبقى هو عامل بقى استراتيجية ايه؟ ترقى لمرتبة العرض امام السيد الرئيس. كلام بقى، كلام دولة يعني. في نوفمبر الماضي وجاري تحديث بعض النقاط تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس الجمهورية. امتى بقى؟ قبل نهاية مارس 2019. ده تاريخ مهم جدا. يعني انت تضع خطة قبل نهاية بعد شهرين من النهاردة عشان توضع حد لما يسمى الديون الحكومية وإدارتها. وده أمر هام جدا جدا، هيزيح من على قلوبنا حاجات كتير قوي. وده لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي كما هو مستهدف ومخطط. قال الوزير كمان أن الوضع في خفض نسبة دين أجهزة الدولة محلي وأجنبي. يعني لو أنت عندك أجهزة الدولة استدانت محليا أو عالميا، هو عمل خطة وصل بيها أنه حصل نسبة انخفاض في هذا الدين. النسبة دلوقتي للناتج المحلي بتصل إلى 97% من الناتج المحلي في يونيو 2018 بدل من 108% في يونيو 2017. وقال كمان إن هناك نجاح لخطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولي قدره 4 مليار جنيه في 17-18، سنة 17-18. وقال كمان إنه الأول مرة من 2015 لحد النهاردة يتم عدم الإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. هنا بيشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2. أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله بإذن الله تعالى متوقع أن الرقم ده يبقى 5.8. الوزير قال أنه بالرغم من السير نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام، إلا أن وزارة المالية تستهدف، بص بقى، هيخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 97-93. يعني اللي كنت بتعمله في 3 سنين هو يعمله في سنة. الكلام ده ما ينفعش فيه المجاملة، وما ينفعش فيه موضوع تعبير. ده رقم انت بتقوله، المؤسسات الأجنبية بره الاقتصادية بتقول. فهو هيخفض نسبة الدين ل 93% بعد ما كانت 108 في 17-18، وبعدين هينزل
استهداف هيعمل هيزود بقى فائض اولي لاول مره قدره 2% من الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو سنويه تزيد عن 6%. انا قلت 5.8 في نهايه 2019، اتمنى ان هو يصل الى ال 6% اللي هو بيقولها. الحقيقه الامر ده يا جماعه في شقين، الشق المتعلق بموضوع التأمين الصحي ده خبر هايل، وأرجو من كل الصحف المصرية وكل وسائل الإعلام أرجوكم خدوا موضوع التأمين الصحي ده في 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 كل صفحاتكم في كل وسائل الإعلام. ده أمر كبير جدا وخطير جدا وهام جدا لحياة المصريين ومستقبلهم، وهتابع مع حضراتكم هنا في الحال اليوم كل ما يجد في موضوع التأمين الصحي، لأنه ده شيء يعني لازم تفخر هذه الحكومة وهذا النظام أنه لأول مرة في مصر يقرر موضوع التأمين الصحي الشامل. كان حلم. كمان بالظبط. كان حلم يا خالد. كمان موضوع العجز في الموازنة وارتفاع معدل النمو. الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم في الحال اليوم هجيب لحضرتك المؤسسات الأجنبية اللي بتواكب تصريحات وزير المالية عشان تاخد بيها شهادة معتمدة، يبقى احنا الداخل والخارج يعلم ما تقوم به مصر الآن من الناحية الاقتصادية. ليه الواحد واقف قدام موضوع مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل؟ كنت بقول من ثواني انه ده كان حلم ان يكون العلاج ده حق اصيل للمواطن على الدولة، وان الدولة تتكفل بيه، وما نشوفش بقى العلاج على فت الدولة والأوراق ومين ليه الأولوية وقوائم الانتظار والكلام ده كله. وقانون التأمين الصحي الشامل ده قتل بحثا الحقيقة من ولا 20 سنة، يعني كنا بتكلم انه يكون في قانون ينظم هذه العملية، ولما مجلس النواب طلع هذا القانون كنا الواحد حاط ايده على قلبه، يعني ماشي القانون موجود هتعرف تطبق المنظومة دي، محتاجة العقبة والحاجة اللي كانت هتضمن ليها الاستمرارية أو لا قدر الموضوع يفشل هو قصة التمويل، هتجيب فلوس منين إنك تمول منظومة التأمين أو التأمين الصحي الشامل. فلما يعرض وزير المالية إن يكون في مقترحات وفي مصادر للتمويل وإن الموازنة العامة للدولة هتتكفل كمان بعلاج أو يعني طبعا هيكون في مساهمات وفي اشتراكات، الغير قادرين الدولة هتتكفل وهتدفع نيابة عنهم، وزي ما قال خالد موضوع في منتهى الأهمية، إن يكون في خطوات حقيقية على الأرض، يكون في إجراءات، يكون في خطة، يكون عاملين حسابنا، ويكون موضوع الفلوس ده جاهز. خبر تاني والحقيقة اختصاصك الخبر ده أنا مش عارفة دايماً الآثار معايا الخبر ده المرة دي بقى الخبر سقع بجد يعني لا بس سبحان الله، طبعاً قصة تنقيب عن الآثار دي وإن الواحد يبقى عارف إن هو في منطقة أثرية أو فاهم إن في الحتة دي ممكن أنا لو حفرت شوية حفرت ألاقي حاجة، بيحصل إنه لا قدر الله بيحصل مصايب، بيحصل في ناس بتموت تحت الأنقاض نتيجة طبعاً حفر خاطئ ومش عاملين حسابهم وبيعملوا طبعاً أشياء غلط، لكن في الواقع اللي بنتكلم فيها دي الحفر اللي تم أدى أنه بالصدفة تم اكتشاف عن مقبرة أثرية بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة. الإدارة العامة شرطة السياحة والأثار كشفت أنه كان في حفائر للتنقيب عن الأثار تحت بيت من البيوت طبعا بطريقة غير مشروعة أدت للكشف عن مقبرة أثرية. معلومات وتحريات جت لإدارة الشرطة قيام أحد الأشخاص باسمه مقيم بنزلة السمان الهرم الجيزة، حفر تحت بيته جنب سور المنطقة الأثرية في الجيزة في منطقة الأهرامات تحديدا يعني، وبدأ أن هو يعني بيبحث ويدور وينقب عن الأثار. حصل تقنين للإجراءات، مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام في مديرية أمن الجيزة، نسقوا مع الأمن الوطني والأمن العام، طبعا كانت حملة مهمة وحملة كبيرة حتى من القطاعات اللي مشتركة فيها، قاموا باستهداف مسكن هذا الشخص وفتشوه، وبتفتيش المسكن ما لقوش الراجل طبعا صاحب البيت، لكن لقوا داخل البيت حفرتين في بعض التفاصيل بقى والحاجات الفنيه يعني دي يعني الراجل مش مهم في التوقيت ده، المهم اللي يقول ده لازم يمشي يعني لازم يمشي في بعض بقى التفاصيل الفنيه اللي هي الحفرتين اللي لقوهم وادوا لايه والحاجات الاثريه اللي تم العثور عليها، ده اللي هنتابعه ونشوف تفاصيله في التقرير اللي جاي مع حضراتكم. على بعد أمتار قليلة من الأهرامات وفي الجهة الشرقية منه يوجد هذا المنزل القديم، هو غير ملفت للأنظار، لكن ما لفت إليه الأنظار ومعلومات جاءت للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تؤكد وجود بعض الأشخاص الذين يقومون بالتنقيب عن الآثار، فكانت عملية المداهمة داخل هذا المنزل. قننا الإجراءات وحصلنا على إذن من النيابة العامة
ودهمنا المنزل بعد ما وفرنا القوات الكافية والتأمين الكافي، لأن المنطقة طبيعتها حساسة جدا وطبيعتها مش سهل الشغل فيها. خطوات صعدنا بها للدخول إلى هذا المنزل، بعض الغرف الموجودة والتي تدل على بقايا حياة هنا، بعض بقايا الطعام موجودة، كذلك حظائر للمواشي تدل على أن هناك بعض الأشخاص كانوا مقيمين هنا يقومون بعمليات الحفر والتنقيب. على بعد أمتار قليلة منها كانت هذه الحفر المختلفة الموجودة، حفرتان بالنزول إليهما بطريقة عمودية. وجدت بعض الغرف الموجودة بالداخل والتي تدل على أن هناك مقبرة بها بعض القطع الأثرية الجدارية وبعض الحفريات التي تدل على قيام بعض الأشخاص بعمليات التنقيب هنا، والتي أحبطتها الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ولكنها تدل على أن هناك اكتشاف أثري ربما يكون كبيرا ملاصق لمنطقة الأهرامات. بالدخول داخل هذه الأعمال حفر بعمق حوالي 6 متر بالنزول والدخول، توصلنا إلى مقبرة كاملة بها نقوش في الجدران، وزي ما حضراتكم شايفين قدامنا هنا مجموعة من التماثيل الجدارية لسيدة ورجلان لسبب من الأسباب إزالة الرأس والبعض قطع غير مكتملة، الأرجل اللي حضراتكم شايفينها هنا، الرجل اللي حضراتكم شايفينها هنا، وفي الجزء الثاني في ثلاث تماثيل أخرى أصغر من الحجم ده، تمثيل صغيرة الحجم ومنزوعة الرأس. هذه الغرفة تمثل اكتشافا أثريا كبيرا ربما يقود إلى اكتشاف أكبر. قام بعض الباحثين عن الثراء السريع بعمليات حفر وتنقيب في أحد المنازل المجاورة للمنطقة الأثرية بالهرم، بحث امتد بطريقة عمودية لأربعة أمتار، ثم سرداب قاد إلى هذه الغرفة، لكن يقظة رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قادت إلى هذا الاكتشاف وإحباط هذه المحاولة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. طب هو في حراسة اتعملت وكله تمام، كنت بتناقش أنا وخالد وقت إذاعة التقرير إنه طب المنطقة كلها، إحنا عارفين دي منطقة أثرية، يعني يكون في حرم المنطقة، يعني مش عارفة إيه التصور إنه ما يكونش متاح فيها السكن، يبقى في يعني إعلانها مثلا الناس تبقى عارفة إنه بيحصل هنا في تنقيب أو ممكن نلاقي آثار، حتى المقبرة اللي تم الكشف عنها دي يعني في حاجات جدارية، مش هنبقى يعني في سؤنية، بس هل ممكن يكون الشخص اللي هرب ده خد محتويات المقبرة وخالص أبدا خالص يعني أبدا. خلينا نعرف من المتخصص يعني معنا الدكتور مصطفى وزير الأمين العام المجلس الأعلى للأثار. دكتور مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير يا أستاذ. أهلا وسهلا يا دكتور. كنا بنسأل أفندم، معلش ممكن يكون سؤال ساذج شوية، هو لو أن هناك دراسة علمية لمنطقة الهرم وسبعة كيلو كده حواليها من كل حتة أو 20 كيلو حواليها من كل حتة، إيه المانع إن إحنا فندم، أو يمكن حياتك عندك الدراسة دي وأنا ما أعرفش، يكون عندنا دراسة شاملة نشيل فيها كل حاجة عشان نشوف بدل ما الراجل ده هو اللي قادنا لهذا الكشف؟ طيب نوضح نقطة مهمة جدا، في حاجة اسمها المجموعة الهرمية. المجموعة الهرمية دي مكونة من معبد الجنائزي طريق الصاعد، معبد الوادي، ثم الهرم، ثم السور اللي بيحيط بالمجموعة الجنائزية بالكامل. بالنسبة للهرم الأكبر عندنا المعبد الجنائزي، عندنا الطريق الصاعد، معبد الوادي للأسف تحت منطقة نزلة السمان. البيت اللي احنا بنتكلم بصدده طبعا شكر لشرطة السياحة والآثار على الصحوة، على المعلومة اللي جات لهم في الوقت اللي يعني إلى حد ما متأخر شوية، لكن الحمد لله قدروا يعني لا أقف عند جملتين معلش يا دكتور مصطفى. كلام حضرتك دقيق جدا، أنا بحيك على هذه الدقة. نمرة واحد، أنتم تعلمون أن نزلة السمان تحتها أثار أورادي؟ كل ما نراه، ودي جملة دايما وأبدا بكررها، ما نراه فوق سطح الأرض في مصر لا يتعدى نسبة 40% ما يحويه باطن الأرض من آثار. وانتوا عارفين فين الآثار دي؟ في أنهي منطقة؟ الآثار أي منطقة أثرية لازم يكون في حواليها آثار، وللأسف طبعاً دي حاجة قديمة جداً، إن في بيوت حديثة من 40 من سنة 50 من سنة 60 أقيمت على هذه المنطقة. ما ينفعش نعمل حاجة الأثار عشان البيوت دي يا فندم، يعني في حرم الآثار وإحنا عارفين، يعني ما يبقاش في فرصة للسكن فيها؟ هذا ما أتمناه. ما ننساش إن إحنا في منطقة الأقصر، في منطقة غرب الأقصر في البر الغربي،
في 2005 كان أيام الدكتور سمير فرج تم بناء قرية جديدة تسمى قرية الأرنة الجديدة. طيب. وتم النقل للناس ليها، وإحنا قدرنا نعمل حفائر تحت البيوت اللي كانت مقامة بعد ما مشوا وراحوا الناحية الثانية. كانوا متعاونين وعارفين أن المنطقة الأثرية منطقة مهمة جدا، وده مصدر رزق ومصدر سياحة ومصدر دخل بالنسبة لهم، فكانوا متعاونين بشكل كبير جدا، والحمد لله متعايشين في مكان جديد وفي صرف صحي وفي مية وفي كهرباء وفي كل الخدمات المميزة. طيب. أتمنى أي نوع من أنواع التعدي على منطقة أثرية يعرف أن هذه لا أتمنى دي يا فندم، يعني الواقع بيقول أنه يعني كلنا نتمنى، لكن حضرتك قلت جملة مهمة برضو، قلت أن المعلومة أتت نوعا ما في وقت مش سريع قوي، معنى كده أن المقبرة دي كان فيها حاجات اتخذت. أنا ما أقدرش أخمن دي، لكن أنا من منظر الصور اللي موجودة، منظر اللجنة اللي نزلت تعاين من الآثار، في نوع من انواع طبعا الاتلاف، في نوع من انواع السرقه، في نوع من انواع الحفر خلسه، في انواع في ادوات اللي كانت تم ضبطها. طيب. معلش عشان دي الوقت يا دكتور مصطفى، العالم كله بيتكلم عن اللي اكتشف في المنيا، والحقيقه الصوره انا بتابع وسائل الاعلام العالميه كلها، انا ارجو من زمايلي ان هم يعرضوا لنا الحاجات اللي عدناها، الدنيا كلها بتتكلم على الموضوع ده، ممكن حضرتك تقول لنا كده سريعا للمواطن البسيط اللي بيسمعنا، لماذا يهتم العالم بهذا الكشف الكبير؟ أي كشف أثري في مصر بيلفت نظر العالم تماماً، ويمكن حضرتك وقلوبنا هانم لاحظوا الموضوع ده في سنة 2018 وفي 2017 زي ما وعد الدكتور خالد العناني وزير الأثار أنه في بداية 2019 هنعلن كشف عن مقبرة، وده بالفعل ده اللي حصل في منطقة تونة الجبل. منطقة تونة الجبل دي منطقة من المناطق المهمة جدا، منطقة ذكر إلى حد ما، منطقة واعدة في اكتشافاتها الأثرية. كان قام معالي الوزير بدعوة سفراء العالم لحضور زيارة في محافظة المنيا، وركز على كلمة محافظة المنيا، عروس الصعيد، ودي حاجة مهمة جدا إن سفراء العالم يروحوها يتجولوا في مناطقها السياحية يشهدوا معانا الكشف الأثري، العثور على أكثر من 40 مومياء، منها للرجال والستات، ومنها 12 مومياء لأطفال، منها بعض اللقى الأثرية الجميلة. كان كشف رائع الحقيقة، بيرجع فترته تقريبا للعصور المتأخرة مع بداية اليوناني والروماني، وامتد حتى العصر البيزنطي. أبدوا دهشتهم، أبدوا إعجابهم، إحنا كانوا بيقولوا في تعقيبهم للوزير وليا ولينا كلنا، أنه أول مرة إحنا كنا عادة بنشوف المومياوات في داخل شوكيس، داخل البتارين بتاعتها، داخل المتاحف، لكن لأول مرة ننزل أثناء الكشف أو بعد الكشف أن إحنا نبص على المومياء قدامنا في التوفيس، فكان انطباع جميل جدا. ميديا العالم بالكامل بتتكلم على تناولت هذا الكشف بشكل إيجابي جدا. الحقيقة لفتت نظر العالم كله لمنطقة المنيا بغناء أثرها في كل حتة في كل مناطقها. صحيح. وده بداية كشف زي ما وعدنا في 2019، لكن هناك اكتشافات أخرى بإذن الله تعالى في 2019. إن شاء الله دكتور مصطفى وزير الأمين العام لمجلس أعلى الأثار، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا عارف أن أنا هقول جملة مكررة ودايما بقولها، يعني هو ما فيش قسم عند كامل الوزير متعلق بالأثار؟ يعني ما عندكش قسم صغير كده أثار؟ أنا حاسس أنك لو هجمت الهجمة بتاعتك هنلاقي أثار كتيرة مش قليلة، مش عارف، أعتقد أنه أكيد عنده قسم صغير كده للأثار، لو دخل في القصة يعني الدنيا هتختلف. طيب، لبنى عندها فقرة مهمة جدا مع ضيف مهمة جدا، المهندس أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. زي ما حضراتكم عارفين مجلس النواب أقر قانون التصالح على مخالفات البناء، ده قانون مهم جدا، بيمس الغني والفقير، بيمس الناس الأحياء الراقية والأحياء الشعبية. إيه موضوع القانون؟ إزاي هيتطبق؟ كل الأسئلة، أعتقد أن هذا الضيف هو الأقدر والأصلح على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا القانون. بعد الفاصل ولبنى، وأشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة في الحياة اليوم، خليكم معنا.
انتهى مجلس النواب من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة. قانون التصالح ده قانون مؤقت لمدة 3 أشهر، والقانون ده بيهدف الى التصالح مع بعض المخالفات اللي موجوده في العمران المصري خلال ال 40-50 سنه الماضيه. في لجان هتشكل من اجهزه الحكم المحلي على مستوى المحافظات، معاها مهندسين مدني ومعماري على في كل لجنه، ومطلوب من الشخص المتقدم للتصالح ويكون معاه تقرير من مكتب هندسه استشاري، مكتب استشاري ان المبنى امن انشائيا، ودي احد اجراءات ان يتم بعد كده التعويض، يدفع تعويض ويقنن أوضاعه فيما بعد. وجاء نص القانون على أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. المانع أن اللي بنى بشكل غير قانوني أن الدولة تتصالح معاه ويدفع. أنت بتهدم المنزل ده، أول حاجة بتودر المال عمال الدولة أن أنت تتكلف تكاليف هدم البناء ده، ثانيا بتتكلف تكاليف ان الشخص اللي بنى ده هو عمل حاجه شيء مخالف. بس انت يعني واحد بنى عماره بمليون جنيه تجي تديها له؟ طب ما خلاص، طب ما ايه المشكله ان انت تتصالح معاه يشوف هيدفع قد ايه؟ طب ما اضطر حسب بقى ما الدوله ما هتحدد القيمه ويدفع القيمه دي. لو مبنى صالح هندسيا انا ممكن اتصالح ان ممكن الدوله تاخد نص المبنى كتمليك ليها. القانون ده يعني هيفيد البلد من ناحيتين، ان هو هيقلل البنى شويه، يخلي الناس تخاف من الغرامة اللي هيدفعوها، وفي نفس الوقت يسد الميزانية أو العجز في الميزانية بتاعت الدولة. ويحظر التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنية أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالتصالح بالنسبة لمخالفات البناء هو طبعا يعني نقول موافقة مبدئية لحين الحصول على موافقة الثلثين، لأن القانون ده من القوانين اللي تستلزم هذه النسبة من الموافقة. أهمية هذا القانون أنه بقالنا سنين طويلة بنقول أنه ما فيش قانون ينظم العملية، أن كل حد على هواء يبني بدون تصريح أو بدون ترخيص، يبالغ طبعا ويعمل أدوار أعلى من اللي خدها في الرخصة، بيعرض حياة الآخرين الخطر، استهتار بالقانون. النهاردة هنكون أمام منظومة جديدة تتيح التصالح، بس التصالح في أي حالات، وإيه الحالات التي لا يصلح معها التصالح؟ طيب التصالح هيكون وفقا لأي إجراءات؟ إيه المقابل المادي؟ هل هيكون في فرصة برضو أنه نيسر على الناس؟ هنفهم كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون إلهام من ضيفنا الكريم طبعا وصاحب هذا الملف الحقيقة من فترة طويلة، سيادة النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر رئيس لجنة إدارة المحلية مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا سياده النائب. انا بقول ان القانون ده يعني خد شغل كتير ووقت صحيح. طويل قوي، واثير اعلاميا اكتر من مره لغايه ما تم التوصل لعدد من المواد في صورتها اللي هنتكلم فيها النهارده. ايه فلسفه او مغزى هذا القانون في البدايه؟ طيب انا في البدايه برحب بحضرتك وبهني حضرتك وفريق البرنامج في اول مره اجي لكم في زي ما بيقولوا نيولوج دي. انت دايما معانا دايما حديثا و يحصل لنا الشرف دايما. الاول هذا القانون الحقيقه هو جهد لجنه الاسكان، لجنه الاداره المحليه كانت لجنه مشتركه معاها، ولكن اللجنه الاصليه لزمت تنويها انها كانت لجنه الاسكان، وعملوا فيه الحقيقه مجهود كبير قوي. والقانون ده متقدم من الحكومه في الاصل وليس مقدما من المجلس، وبالتالي ده ينقلك لمرحلة مهمة قوي ان احنا نشير اليها ونحيي الحكومة كمان فيها، الا وهي مرحلة الفهم والوعي بالمشاكل الواقعية على ارض زي ما بيقولوا اون لاند، لان احنا عشنا ازمنة كثيرة جدا قبل كده، ودي سبب الافات اللي احنا ورثنا ان النصوص مجردة ولا تقابل الواقع في شيء. يعني الحكومة بتبقى شغالة حسب القياس الصح كذا ولازم كذا، وبعدين الصح ده
مسألة ما بتطبقش على الأرض الواقع. وفقه الأولويات مش مظبوط عند الحكومات السابقة أنا بتكلم. وبالتالي جات عندنا الأفات الخاصة بقى بكله، تصالح على البناء العشوائي والبناء المخالف والبناء بدون رخصة، المحال اللي مفتوحة بدون رخصة، الباركينجز المنادي العشوائي، السيرفيس اللي حضرتك المنظم عدد 10 مواقف العشوائي يبقوا 20 و 25 ما فيش قانون، لو في قانون ما بيطبقش. هو ده كلها تشوهات في الشكل العام للوحدات المحلية عندنا، نتجت عن عدم فهم حقيقي للمشكلة. القانون ده احنا طلعناه ويحسب للمجلس وتوافق عليه موافقة يعني مبدئية لغاية زي ما حضرتك تفضلت في مقدمة الطرح التلتين عشان ناخد الموافقة النهائية. تمام. وطلعنا من حوالي أسبوعين قانون أيضا على غرار هذا الأمر، قانون المحال العامة ويحسب أيضا للمجلس في هذه المسألة. ولما بقول يحصل من المجلس ما ينساش بقى في القانونين دول بالذات، المحال العامة والتصارع في المخالفات المباني، الحكومة كمان، لأن زي ما احنا أحيانا بنعترض على بعض الأمور في الأداء الحكومي، لابد أن احنا في الإطار التشريعي نسقل لهم التحية لما يبقى في وعي وإرشاد. مشروع القانون لما جالكم الحكومة خرج بنفس الصورة ولا غيرته وعدلته؟ لا، ما هو ده عشان كده بحيي الحكومة. عمل الحكومة اللجنة الإسكان عملت جهد كبير جدا وغيرت فيه نصوص، ولكن النصوص اللي بتغيرها مش اقتناصا من الحكومة، رغم أن البرلمان صاحب الحق في التشريع، ولكن أخذ وعطى لغاية ما يوصلوا لحالة توافقية. أنا اسمحي لي قبل، لأن ده واجب أن احنا نقوله. طبعا ده هيعالج مشكلة، بس أنا على لما تسأليني على المستوى الشخصي، وهنتهز فرصة إن ده أول ظهور للحديث حول هذه المسألة. إحنا من حوالي سنة عقدت جلسة استماع، سنة ونص عقدت جلسة استماع موسعة، وحطينا توبيك كده عنوان لها التطوير المؤسسي المراد لإعادة النسق الحضاري للوحدات المحلية من أدنى لأعلى، يعني من القرية مدينة مركز محافظة، وينزل بقى تحتيه المخالفات المباني، التراخيص، الأحوزة العمرانية، المخطط استراتيجي التفصيلي إلى آخره. وحضر فيها 16 محافظ كانوا وقتها موجودين، وحضر فيها رئيس مجلس الوزراء الحالي كان وزير إسكان وقتها وعدد من الوزراء. وكان كلامنا يا أخواننا قبل التصالح لابد أننا نتجه نحو الإصلاح، وأنا ما زلت بقولها الإصلاح قبل التصالح أو الإصلاح مع التصالح. الإصلاح في إيه؟ الإصلاح في القطاع. أنا لابد أننا أعرف إيه المسببات التي جعلت المواطن المصري يخطو خطوات نحو تلك الممارسة البغيضة التي تجاوزت المرحلة الاستثنائية إلى أنها تكون القاعدة، وأبدأ أدرسها بشكل علمي ومنهج، وإذا كانت محتاجة تشريع أطلع تشريع، وفي مسائل لابد أن هي تخلص إن دور من ضمنها الحاجات دي هي. طب ايه اكتر الاسباب؟ شوف صعوبة التراخيص، المقابل بتاع التراخيص. شوف انا طبعا الوقت مش هيسمح انها تكلم، لكن انا هديلك اطار. انا اللي خلى المواطن يتوجه هذا التوجه، ويمكن فخامة الرئيس تحدث فيها وكثيرا، ان دائما وابدا المواطن في احتياجاته في السكن، والسكن ده حد من حدود الكفافية للمواطن، دائما وابدا يسبق الحكومة خمس خطوات، مش خطوة، خمس خطوات، اللي هو هبني وربنا يسهل بعد كده. لا، هو عايز يسكن. أيوة. الحكومات دورها ايه يا لمنى؟ يعني دورها ان هي اما ان هي تبني زي ما بيحصل دلوقتي، وتبيع زي الاسكان الاجتماعي الاقتصادي الفاخر، دار مصر، الكلام ده كله، او اسمرات وبشاير خير واحد واثنين، النماذج المتكونة، او تسيب المواطن يشتغل على كده، او ان هي تخطط اوكي، والمواطن على ارضه أو بيشتري أرض أخرى من الدولة أو من الغير، يبدأ يطلع بالمنشأ بتاعه كده، هو عايز يسكن. فكل بقى أنت بتسيبي حركة المجتمع المئة مليون يشتغلوا، بس أنت الريجوليتر، أنت المنظم كحكومة. ده ما كانش بيحصل، وبالتالي أنا عايز أسكن، أنت مش موفر لي أرض مخططة، بتقول لي أنا عامل لك مدينة جديدة، ده من أيام الرئيس سادات والرئيس مبارك، عامل لك مدينة جديدة تبعد عنك 70 كيلو و80 كيلو أحيانا، وما فيش طرق لها ولا مواصلات
ولا مصادر رزق فيها. فبطبيعه الحال انا ما بعمرش الكلام ده عظيم، يعني انه انا هتصالح، بس انا عاجبني حضرتك قلته، وفي نفس الوقت اتعامل مع الاسباب اللي بتؤدي للمخالفه، اللي هو اصلاح نفسه عشان ما نكررش الخطا انا بعد عشان كده. نرجع للقانون، لان القانون فيه امل برضه. محتاج ان انا وكلامي ده موجه للحكومه وموجه للمتخصصين فيه، اتفضل يا فندم، وموجه لنا، ارجوكم لازم مع القانون ده نخلص واحد الاحوزه العمرانيه والكردونات والمخططات الاستراتيجية، ومش كده وبس، ومع الكلام ده المخطط التفصيلي. ليه؟ يجي يعلن لك أنا غيرت الحيز العمراني. معنى أنه غير الحيز العمراني، بيجي مافيا الأراضي كلها تتوجه إلى قطعة الأرض وتبدأ تبيع الفدان أبو 100,000 جنيه يبيعوه ب5 مليون جنيه. والمخطط التفصيلي بتاعه مش خالص. ليه المخطط مش خالص؟ لأن الأجهزة المحلية ما عندهاش القدرات إن هي تخطط تفصيليا، يعني الكاليبرز اللي موجودين، الموارد البشرية اللي عندهم ما يقدروش يعملوا الكلام ده. فتلاقي حضرتك إن ممكن الأفات اللي كانت بتحصل قبل كده، وأخشى إنها ممكن تكون بتتكرر، إن أنت تطلع تقول أنا هغير حيز العمراني. طيب قبل ما تعلن إن غيرت حيز عمراني، غير حيز عمراني ده في الغرف المغلقه عندك، لا لا لازم اعلام المواطنين والاجهزه، لازم تخلص المخطط التفصيلي بتاعه، وبناء عليه بتطرح الطرح للمواطن، عارف هتاخد مقابل تحسينك قد ايه، عارف الشارع ده ايه الى اخره. ثم التشريع الخاص بتبسيط اجراءات الايه الرخصه، 119 تعديلاته تتجه بفلسفه نحو تبسيط اجراءات الرخصه. يبقى انا خططت لك، يسرت لك الرخصه، ثم اعمل بعد كده وحده تدخل سريع على غرار اللي اتعملت في محافظه اسكندريه الحقيقه، وكانت بفكره وتوجيهات السيد الرئيس، عشان ازيل اي مخالفه في المهد. انا خططت لك وغيرت لك حيز عمراني باسس علميه استنادا الى الزياده السكانيه الى اخره، ثم عندي بقى دراع الدوله القويه. ولو عملت كل الكلام ده يبقى المفروض مفيش مجال بقى للمخالفه، ومفيش مجال للتصالح، يعني المفترض بقى هو ده الكلام. طيب احنا وحضرتك بتتكلم، احنا عارضين اهم البنود واهم المواد في قانون التصالح في مخالفات البناء، بها علاقه بطبيعه الاجراءات، الطلب اللي بيتقدم بياخد وقت قد ايه، الفلوس اللي بتدفع في الطلب وما الى اخره. انا عايزه يعني بشكل عام برضو اتكلم على هنتصالح مع مين ومين اللي ما ينفعش نتصالح معاه. طيب احنا هنتصالح مع اي بني ادم بنى مخالف، ولكن في ظل ان هو ما يكونش تحت مظله الاتي بيان. واحد، انه يكون متعدي على ارض مملوكه للدوله. هنا احنا مطلعين قانون 144 ل 2017 الخاص بقواعد التصرف في املاك الدوله الخاصه، اللي هو معروف عندكم اعلاميا بقانون تقنين وضع اليد او اراضي المملوكه الدوله، والناس مقدمه فيه. فكان مسار نقاش وحدث فيه اضافه ان الاراضي المملوكه الدوله ما لم يكن المواطن تقدم اوريدي بطلب لتقنين وضع يد. تمام، واخده بال حضرتك؟ لو متعدي على خط التنظيم، لو متجاوز قيد الارتفاع، قيد الارتفاعات ده طبعا مسألة معقدة، لأن هيئة العمليات والطيران والكلام ده كله في ارتفاعات، واللي في منصات دفاع جوي، فلابد أنها تبقى المسائل واضحة في هذه المسألة. وبالتالي الحالات دي هي اللي مش هيبقى فيها تصالح. أيضا حطوا إضافة في مسألة إذا كان في مخالفات بعد التصوير الجوي، آخر تصوير جوي معتمد والمكتمل أركانه وخرائطه المساحية في 22/7/2017، ده بالنسبة للي خارج، ودي نقطة مهمة قوي عايز أوضحها للناس، لأن حصل بلبلة. طب أمال الفترة الناس اللي بنت بعد 22/7/2017 دول هيتعامل معهم إيه؟ ناخد الإجابة بعد الفصل؟ تفضل. بعد الفصل نكمل مع حضراتكم. Thank you.
قانون التصالح على مخالفات البناء. وسيادة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اللي مشرفنا النهاردة عشان نفهم تفاصيل هذه المواد وإيه المردود وإيه الحالات اللي هيجوز فيها التصالح وغيره. سيادة النائب رحب حضرتك مرة تانية. قبل الفاصل وقفنا عند إيه الحالات اللي هي ما بعد التصوير الجوي وما قبل التصوير الجوي وإزاي هيتم التعامل معها وفقا للقانون. طيب التصوير الجوي الحقيقة يعني ده من الموضوعات اللي كانت بتمثل ليه قلق شديد جدا. ليه؟ لأن تاريخ 2017 وأنا النهاردة 2019 وزي ما قلت لك في مقدمة حوارنا إن المنظومة بالكامل ها لم تستقر بعد منظومة سد منافذ ممارسة المواطنين لهذه الآفة مؤسسيا اللي ما خلصناهاش لسه كمصريين يعني. فقلقني جدا ان انا يبقى في فرق سنتين هعمل ايه في المواطنين. وبعدين هنا بعض الإخوة تحدثوا حول دستورية وعدم دستورية الفعل نفسه. ليه؟ لان 22 فعل ايه؟ فعل التصالح؟ فعل فعل قبول الطلب من عدمه. بمعنى يوم 21 7 مواطن مخالف فده هيتصالح. طب يوم 24/7 بعديها بيومين مواطن خالف برضه لا ده مش هيتصالح. فهنا رغم ان هم المخالفين ما لهمش مراكز قانونيه الا اذا كان في حكم قضائي نهائي يعني او حكم قضائي بالبراءه، لكن احنا اتفقنا ان التشريع ده بيتعامل مع وضع استثنائي ناتج عن موروث تراكمي لترهل أجهزة الدولة المعنية بالملف ده بالكامل. فبالتالي دول كونوا مراكز، طالما أنا كحكومة تقدمت بكده وزي ما بقولك هو فعل رشيد، يبقى دول لهم مراكز اجتماعية وإنسانية وواقعية جعلت من الدولة أن تتقدم بهذا التشريع. واستقرت على مدى طويل ومرافق وكهرباء ومية. يبقى أنا هنا بقى هختار عمر اللي عمل في يوم 21 وهبعد عن احمد مثلا اللي ايه عمل بعديه بثلاث اربع ايام. فهنا هم متساويين في المخالفه ومتساويين في المركز الاجتماعي والواقعي ولكن الاثر مغاير. طيب معلش خاطر الوقت، فانا عايزه اسئله واجابات سريعه من حضرتك. طيب انا عايز بس اطمنك على دي عشان نكملها، دي نقطه مهمه. اتفضل. فهنا لا انا بوضح بقى ان المسائل مش مرتبطه باللي داخل الحيز العمراني. لا هو مرتبط تصوير الجوي اللي خارج الحيز العمراني. تمام. اللي خارج الحيز العمراني. واحنا طلبنا من الحكومه انها تدينا عدد لما بعد 2017 كام حاله. تمام. ما لو 500 حاله ولا 1000 حاله هنقدر في عندنا حصر حجم المخالفات وتصريحاتكم انه هيدخل التصالح يعني هيدخل 200 مليار جنيه على لا يأسف. بصي بقى الارقام اللي بتطلع دي انا ما يعني مع كامل احترامي وتقديري من اللي بيطلقها انا لا استطيع ان انا، لان الرقم لازم يبقى له قاعده علميه ونستند اليها، لكن اللي احنا حققناه وعدلنا فيه في البرلمان ان الفئات كانت الماده جايه بطريقه يعني مش مظبوطه وتعمل لغط في التطبيق، انتهينا الى ان هي تبقى من 50 جنيه حد ادنى ل 2000 جنيه حد اقصى. والحقيقه انا كان ليا مداخله في هذه المساله ووجهت كلامي لزملائي لان كان في بعض الزملاء برضو متخوفين جدا في مساله الرقم الكبير انه يتطبق على حالات اقتصاديه منخفضه المستوى، ولكن انا برضو في نفس الوقت ما اقدرش ان انا اترك مخالفه معموله في احياء راقيه واخده بال حضرتك ان هي يعني مثلا شقه 150 متر ب 3 مليون جنيه في حي راقي لما تيجي تضربي 150 في 2000 جنيه ب 300000 جنيه وتتقسط مبلغ مش كبير. فما اقدرش اغفل دي. طب مش فاهمه انت هتراعي البعد الاجتماعي والبعد المادي طبعاً ولا شرايح وشرايح؟ لا طبعا شرايح من اهو ده خلي بال حضرتك المستوى ايه. ده من 50 جنيه لغاية 2000 جنيه. واللي ما يقدرش فيه فرصة للتقسيط طبعا في تقسيط ولو وفي تظلم كمان يعني الحقيقة القانون القانون مدي بيبقى. مكتسبات جيدة جدا للمواطن. تقدير المخالفة برضو بيكون على أي أساس يعني في لجنة في تحديد لسعر المتر في كل منطقة زي ما احنا ادينا اتساع للحكومة ان هي تبدأ من حد أدنى
واللائحة التنفيذية توضح الشرائح على أي أسس بشكل أكثر تفصيلا، تراعي فيه البعد الاقتصادي، المكان، المساحة إلى آخره من تفاصيل اللائحة التنفيذية هتتضمنها. ورغم هذا أعطينا برضو فكرة أن يبقى فيه المواطن يستطيع أن هو يتظلم إلى آخره. اللي هيتقدم بطلب التصالح هنا كان في ناس تقول لك شاغل العين، في ناس تانية كانت تقول لك لا الأونر المالك. طب أنا عندي بعض العقارات المالك فيها مستتر اللي هو ما يطلق عليه الكحول، لو حضرتك ناقشت الموضوع ده كان يقول لك يجيبوا واحد وهو اللي يبقى في أو أيا كان هو اسمه المالك المستتر. طيب. مالك المستتر ده في مليون طريقة أن أنا أجيبه، تحريات المباحث، ما المجلس البرلمان ما اتجهش لهذه المسألة. طب استقريتوا إيه؟ أنه المالك ولا الساكن؟ لا، استقرينا أن طالب التصالح هو اللي احنا ناخد منه. طب ما أنا هطلب التصالح هدفع فلوس ليه يعني؟ لا، ما أنت لازم هدفع فلوس لأن في جزاءات وفي يعني لا يعني دي مسألة. أيوة، إذا كان صاحب البيت هو بعلي وهو بعلك ومشي وهو بنى مخالف أنا أدفع عليه. فبالتالي كان في بعض الأسئلة يقول لك لو أنت اشتغلتي على اليونت الواحدة يعني لبنى بالشقة ولا لبنى في الدور الثاني قدم الطلب وأحمد في الدور الثالث ما قدمش وحسين في الدور الرابع قدم، يبقى أنت في الثاني دفعتي والراجل اللي في الرابع دفع والثالث ده ما دفعش خالص، هتيجي تزيله إزاي يعني؟ صحيح. هيبقى مبسوط إن اللي هو تحت دفعه فطبعا فهنا لازم لا أنا بتعامل على العقار بالكامل. هم يقعدوا مع بعض ويتقدموا اللي هو زي اتحاد الشاغلين والكلام ده. هم يقعدوا بقى مع بعض ويشوفوا الدنيا ماشية يعني إزاي، يعني كلهم يتصرفوا ويشوفوا مين اللي كلهم هيعملوا شير ما بينهم وبين بعض. هنا حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا، مسألة اتحاد الشاغلين ده احنا كلنا بنعاني من اتحادات الشاغلين ما بيتفقوش مع بعض وتلاقي حضرتك السكيورتي ما تدفعش مرتباتهم والكلام ده كله. فهنا لابد ان انا من وجهة نظري ان لابد ان يكون هناك رادع، لو ما كنتش محقق مسألة الحجز الإداري على الوحدة التي سوف تتقاعس في السداد يبقى انا الحقيقة تنفيذ هذا التشريع على أرض الواقع سوف يواجه كثير من الحقيقة عدم التطبيق. أهمني برضو وأنا بتابع المواد القانون أنه اتساقا مع اللي كان قاله الرئيس أنه يعني التشوه البصري والمعماري والكلام ده، أن موضوع دهان وجهات المباني ده شرط أساسي لقبول التصالح في المخالفة، وبتنص على أن يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرارا بقبول التصالح مع الالتزام بطلاء ودهان وجهات المبنى المخالف. شوفي على نمشي على الدائري بنلاقي مثلا عمارات وطوب أحمر ومتساب. شوفي الحقيقة احنا برضو من حي الرئيس ان هو اثار هذه المسألة وان كانت في تطبيقها على ارض الواقع يعني محتاجة جهد كبير ومحتاجة افكار خارج الصندوق لان انت بتتكلمي في مناطق يعني بقالها عشرات السنين وبعضها مستوى الاقتصادي ومين اللي هيعمل الكلام ده، طب ولو ما عملش هتعملي ايه؟ فالمسألة دي بالذات محتاجة الحقيقة في مجلس المحافظين اثارها دولة رئيس مجلس الوزراء واعتقد انها يعني هتحتاج شغل منهم شغل ومتابعه وتصور للتنفيذ شغل وتصور وكل محافظه هيبقى لها نظام قد يختلف عن، لكن احنا مدعمين للموضوع ده بكل قوه لان انا الاوان ان مصر ترجع النسق الحضاري فيها يرجع زي زمان. كلمه اخيره واحنا انا بنهي مع حضرتك، القانون ده بمواده باللي جاي بعده بالمفترض يحصل قبله كمان واللي هنشتغل عليه بعد كده يعني شوف اقول لحضرتك حاجه، هذا القانون وسواء اللي قبليه او ده او اللي جاي بعده ياتي في اطار جهد كبير جدا ومسار كبير جدا بتقوم به الدوله المصريه حاليا في مجال الاصلاح التشريعي الذي يجب ان يكون ليتواكب جهد اعاده بناء الدوله المصريه تشريعيا مع ما يتم على ارض الواقع. وأنا الحقيقة مطمئن ليه، ولكن عشان للأمانة بأكد على الخمس نقاط اللي أنا قلتها في بداية الحلقة إن إحنا لازم إحنا والحكومة نسرع الخطى لأن إحنا برضو في النقطة دي إحنا متأخرين، لازم أقول لحضرتك فيها إحنا متأخرين، لازم نجري أسرع من كده شوية في مسألة إن أنا أشوف التطوير المؤسسي الموضوع كله من الألف للياء
على مستوى، وعلى فكرة ودي عايزة جلسات أكتر من اللي بتتعرض دلوقتي، بفهم كبير من الحكومة. البرلمان على فكرة الملف ده فهمه كويس قوي وهتشتغلوا فيه، والله مش تحيز. السادة النواب أعضاء لجنة الإسكان وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وأنا كنت مذهل جدا وأدعوك وأدعو المشاهدين يشوفوا الموافقات المبدئية على هذا التشريع وقد إيه كان في جموع شبه إجماع. احنا كلنا شايفين المشكلة، احنا بنمشي النواب في الشارع. إن هم اللي أنا قلته ده اتقال من قبل نواب يعني مش متخصصين في الملف، ولكن قالوا مواطن شايف قال لك المشكلة. أنا محتاج تخلصي مخطط استراتيجي حيز عمراني وكردون ومخطط استراتيجي وتفصيلي مع الكلام ده عشان تقفل باب المخالفة، ما تتصالحش النهاردة وترجع بعد سنتين ثلاثة تخالف وترجع تتصالح. فالمنظومة كلها نتعامل معها. أنا بشكرك سيادة النائب، ونتابع بقى إن شاء الله الجلسة الجاية إمتى عشان الإقرار النهائي بقى، الموافقة النهائية المفروض بكره ان شاء الله. بكره التلتين الجماعة، لان زي ما حضرتك يعني النهارده بس إن شاء الله احنا كنا مشغولين في الموضوع بتاع التعديلات الدستوريه، فبكره ان شاء الله التلتين يتوفروا ان شاء الله باذن الله. سياده النائب احمد السجيني امين عام ائتلاف دعم مصر لرئيس لجنه الاداره المحليه في المجلس، شكرا جزيلا على تشريفك لينا يا فندم. بشكر حضراتكم، وبكره يوم جديد في الحياه. اليوم اشوفكم على كل خير باذن الله تعالى.